صباح الخير عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم اختي؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم ما كتشوفوا هذا الفيديو، مرحبا بكم فلوج جديد، ولا اختي مرحبا بكم في نهار جديد. كتعاودوا اموركم مزيان؟ اليوم ان شاء الله غادي تدوزوا معايا النهار. لقيتوني يالله فقط منين كنكون اختي غير بوحدي، كنصبح ناعسه كنصبح مرتاحه. اليوم راجلي ديبلاسمون على حساب الخدمه، دونك غادي نقيل بوحدي. قلت علاش لا ما نشعلش الكاميرا ونبدا معكم الفيديو. دوزوا اختي معايا النهار، تونسوني ونونسكم. شكرا لكم على التعاليق الزوينه، كلامكم الغزال، الكلمات اللي كتخليو ليا. بوسه لكم كبيره والهلا يخطيكم عليا. اول حاجه غادي نبداو بها، غادي نوض باش نصوب الفطور ديالي اللي غادي نفطر. راني مازال يلاه فقت، مازال ما فطرت ما حتى شي حاجه. نقادو دي توست هكذا بريريد اتاي ونشارك معكم النهيه. يلا اختي معايا للكوزينه وما تمشي فين، وما تنسيش تخلي لي لي لايك. سبحان الله البنات، والله الا كتمشيو غير فين ما مشاكم الله. يلا قلت لكم غادي نصوب الفطور ديالي وغادي نشارك معكم لي توست. المهم اول حاجه عمرت واحد البريريد ديال اتاي باش نفطر به، ويلا كنسلق هنايا ديك البيضه. ووصلنا اختي هاد الخير، صيفطات لي جارتي مسكينه هاد الرغيفات هادو ديال الزرع باقين سخونين. يلا صوبتهم هاد الصباح، كنقول لها الله يكثر خيرك. شوفوا سبحان الله كتكونوا كاع ما معولين على شي حاجه حتى كتجيكم. هذا اختي رزيق من عند الله، شكرا. انا سعيده لالا يخطيك جارتي الغزاله، ديما مسكينه كتصيفط ليا خبيزات الزرع، كتصيفط ليا رغيفات، كدير الحرشه كتصيفطها ليا. لالا يخطيك عليا، شكرا بزاف بزاف اختي. غادي نمشي نبالي بهذا الشيء ما حد سخون. لقيتوني هنايا سلقت واحد البيضه، شويه ديال لادان دو فرماج هاد الجبن هذا، وكويس ديال اتاي. راه ما غاديش ناكل اختي هاد الشيء كله، غادي ناكل غير نصيص ديال وحيده. وهذا الشيء اللي بقى راه غادي نديرو في بلاستيكه ونديرو في الفريكو، نهار كنتشهاه كنجبدو نسخنو، ولا في العشيه الا جاريضه بغى يدير به الكوتي راه غادي نسخنو ليه. وهانتوما معايا اختي، غادي نمشي نفطر ونعاودو نتلاقاو من بعد. كبيدات من بعد ما فطرت وساليت، جيت دابا للحمام باش غادي ندير واحد البرودوي للشعر ديالي. الوقيته اللي انا كنجمع الدار وكنسيق ونغسل المعان ونوجد الغدا، شعري حتى هو راه كيعجبني انني ندير ليه سوا شي زيت ولا ندير ليه شي برودوي. مهم نستافد. قلت لكم في الفيديوهات اللي فات غادي نشارك معكم الزيت اللي كنت كندير لشعري. والله الا كل مره كنقول غناخذهم غناخذ دوك العشوب وغنقادهم، كل مره كنبقى ناجل. دابا ان شاء الله غادي نصوبهم معاكم باش يلا يوجدوا، حيت خاصني نخليهم واحد السيمانه تقريبا كيكونوا دوك العشوب مرقدين في الزيت عاد كنديرهم. ولكن هاد الوقيته كامله البنات كنستعمل هاد البرودوي هذا ديال كلوغان اللي كنت قلت لكم داك المره توصلت به، كان الخدمه ديال راجلي عطاهم ليهم وقلت غادي نجربه. صراحه خطير واعر هاد السبراي هذا، كتبقاو ترشوا على الشعر ديالكم. هانتوما شوفوا ما عرفتش واش كيبان لكم ولا لا، شوفوا ها هو واصل حد هنا. دابا راه تقريبا شي شهر وانا كنستعملو للشعر ديالي، اقسم بالله الا رديت البال ما بقاش شعري كيطيح كما كان. عرفتوا شنو؟ راه كنت كندير شعري بحال هكذا كيبقى يتبعني الزغب، دابا تبارك الله راه ما بقاش كيطيح ليا نهائيا. رديت البال انه ما بقاش كيطيح، وبحال جاني ولا فيه شويه واحد الفوليوم على كيف ما كان. انتما كتشوفوا بحال جاني حسيت به، ما بقاش كيف ما كان. حيتاش لاماش ضحكوا عليا بعدا داير هاد الفوطه هادي باش منين نديرو ونجمعو ما كنبغيش نحس بالفزاك ولا شي حاجه في العنق ديالي. قلت لكم رديت البال هاد البرودوي هذا، الصراحه عاوني شي شويه. هذا نقرا لكم باش تفهموا حتى نتوما ديالاش. دايرين هنايا للكثافه والحيويه، مركز بخلاصه الزيتون الاساسيه للشعر الفاقد الكثافه. يعني بالنسبه للشعر اللي كيكون هكذا ما فيهش الكثافه، وحتى الشعر اللي كيطيح. المهم هنايا راه كاتبين عاوتاني اونتي اج. كما قلت لكم دابا تقريبا شحال وانا كنستعملو، شي شهر وانا كنستعملو، وحتى دابا اختي غادي نديرو ما بقاش فيه بزاف، تقريبا غندير منو شي جوج مرات صافي وغادي يسالي. وديك الساعه غادي نبدا الزيوت الطبيعيه اللي قلت لكم درتها، وصراحه واعر انت هما دوك الزيوت الطبيعيه. المهم هذا البنات راه اللي بغى ياخذو تقدروا تاخذوه، راه كيكون في لي بارا فارماسي ولي فارماسي، سميتو كلوران هو هذا اللي بغيتو تسكرينيو. وهذا ما كان، دابا غادي نبدا نابليكي على الشعر ديالي. شوفوا هما راه دايرين هنا، تقدروا ديروه في الشعر الفازق، ولكن انا كيعجبني نديرو بحال هكذا في الشعر الناشف صافي. كنخليه في شعري مزيان حتى كنسالي الشقه ديالي وداك الشيء. هانتوما شوفوا كيفاش كنبقى نابليكي، كندير ليه بحال هكذا، تنبقى نحاول ندخل داك البرودوي هنايا
المهم غادي نرشو عليه كامل صافي. من بعد غادي نمشطو وغادي نجمع ديك الساعه شعري حتى نسالي الشقه ديالي، وعاد ديك الساعه غادي ندخل باش ندوش. المهم اختي ما تنسيش شعرك حتى هو ضروري، ما نتهلاو في شعرنا، في الشعر والوجه اختي وما كلشي. فوالا غنفزكو كامل انتوما، كندير في الجذور وفي الجذور حتى في الاطراف ديال الشعر بحال هكا، حتى كنحس بيه صافي كامل وصلوا هذا البرودوي هذا. كنبقى ندير بحال هكا، شوفوا كي كيولي الشعر بحال خويتي عليه سطو ديال الماء. فوالا صافي، وديك الساعه غادي نجمعو، نحاول نقيس كاع البليصات هانتوما. واللي ما كنبغيش ما كنحبش نحس بشي حاجه كتهبط ليا في الوجه ديالي ولا على عنقي. مهم صافي، ودابا اختي غادي نجمعو بحال هكذا، ندير ليه واحد الجميعه خفيفه ونمشي ندير الشقه ديالي حتى نخليه تقريبا واحد ساعه بحال هكذا، وعاد ديك الساعه ندخل باش ندوش. البنطه ديالي ما عرفت فين حطيتها، قليل فين كنجمع شعري اختي قليل. قولوا لي كي جاني الشعر المجموع كنجمع شعري كيولي كيبان وجهي غلاط بحال الخبزه. يلا ما غاديش نطول عليكم، غادي نمشي نجمع الدار وهانتوما معايا. البنات كما كتشوفوا من ورا ما ساليت الشقه ديال الدار وضربت واحد السياقه للدار، جيت هنايا للكوزينه باش غادي نصوب واحد الكيكه بالحامض كتجي غزاله اختي كتحمق، غادي نعطيها لجارتي وقلت علاش لا ما نشاركش معكم المقادير ديالها. كما كتشوفوا عندي كاسات ديال البيضات، عندي كاس ديال سنيده هادو بقياس العنبه، وكاس ديال الحليب درتهم في الكاس ديال مولينكس، انا لي كيك ديالي كاملين كنخدمهم في كاس مولينكس. زدت هنايا واحد صاشيه ديال الفاني وحيده، ومن بعد طربت هادشي مزيان مزيان، وعاد عاوتاني زدت كاس ديال الزيت. هذه هي طريقتي باش كتجيني الكيكه غزاله ومفشفشه. من بعد ما خلطت هادشي كامل خويته هنايا في واحد البول، ومن بعد زدت عليهم قشور ديال الحامض كما كتشوفوا، تقريبا واحد المعلقه هكذا تكون عامره ديال قشور الحامض، خليتهم حتى الاخر، ما بغيتش نطحنهم في الاول مع البيض وداكشي باش كيبقى داك الحامض باين شي شويه وكيطلق لوغو ديالو اكثر. من بعد زدت ثلاثه ديال الخمارات، ثلاثه صاشيات الخمارات. وبالنسبه للطحين راه عندي ثلاثه الكيسان ديال العنبه، كنبقى ندير بشويه بشويه وانا كنغربل،
وفي نفس الوقت كنبدا نخلط. المهم طحين البنات على حساب الطحين ديالكم، انا هزت ليا تقريبا 3 الكيسان ديال الطحين، قل شي شويه هانتوما القوام ديالها كيفاش كتجي. دهنت هنايا المول بالزبده والطحين، هذا هو المول اللي كنستعمل حيتاش كبير صراحه وكيعجبني. راه عندي مولات وحدين اخرين ولكن هذا هو اللي كيعجبني، كبير وكيجي كتجي فيه كيكه زوينه، لا من ناحيه ديال المنظر لا حتى هكذا ملي كنبغي نقادها بالكريمه كتجي فيه مزيانه. المهم هنا صافي هزيت يدي الفوق كما كتشوفوا، خويت الخليط في المول، دخلته للفران كنشعل عليه غير من التحت واحد 45 دقيقه. وشوفي اختي الكيكه كي خرجت ما شاء الله تبارك الرحمن، مذهبه يا اختي ومفشفشه وغزاله، ما كرهتكش تجربيها وتقولي لي كيفاش غادي تجيك. دابا غادي نوجد البنات الكريمه اللي غادي نقاد بها هذيك الكيكه. عندي هنايا السيترو ديال الحليب، جوج معالق كبار ديال سنيده، وجوج معالق كبار ديال كريم باتيسير ديال الحامض. هذه البنات راه موجوده في اسواق السلام، مرجان، كارفور وحتى عند الهري. المهم كنخلط هذا الشيء مزيان وعاد كنديرو فوق البوطه حتى كيبدا يغلي مع التحريك، ما تحبسيش حتى كتبدا تعقاد لكم الكريمه. هانتوما كتشوفوا كيفاش كتجي، ما تخليوهاش تقال بزاف. عاوتاني صافي من بعد كنخويها على الكيكه ديالي وتنحاول نبقى نقاد ليها الوجيه ديالها بهذه الطريقه. وحاولوا تزربوا حيت راه دغيا الكريمه كتبدا تشد راسها. درت ليها الدويره هذه باش كتجي مقاده الوجيه ديالها. هنايا البنات عندي دانون ديال الفاني، تقدري ديري دانون فاني، تقدري ديري شكلاط ابيض، المهم اختي ديباني راسك باللي عندك في الدار وما تكلفيش على راسك. اي حاجه عندك زوقي بها، ديري الطريقه اللي بغيتي. هنا قطعت دي ترونش ديال الحامض باش نعطيو هذاك المنظر بان اختي هذه راه كيكه ديال الحامض. صافي ومن بعد درت ليها واحد الحبيبات ديال الشكلاط غير باش كيعطيو هذاك المنظر، ما كتبقاش هكذاك سامبل. المهم كيما قلت لك انت ديري الزواق اللي بغيتي، اهم حاجه هي ديري كيكه زوينه في دارك، تعرفي راسك شنو كتاكلي. وهذا ما كان، شوفوا كيفاش كتجي، ما كرهتكمش تجربوها صراحه. راه حطيتها في ستوري عندي في انستغرام، كلشي البنات عجباتهم تيقولوا لي شاركيها معنا هشيشه. انت كتشوفي اختي الكيكه ديالي هضره على راسها براسها بلا ما نبقى نشكرها لك. جربيها وقولي لي اختي ديك الساعه في لي كومونتير كيفاش غادي تجيكم وبصحتكم وراحتكم مسبقا. وحنا باقينا اختي عاوتاني في الكوزينه. هنايا وجدت لي ستيك ديال العدان، درت لهم شويه المليحه، شويه البزار، شويه ديال صويا صوص، ودرت ثومه مكعب، ودرت واحد المعلقه صغيره ديال الموطارد، وزويته بلديه. صافي خليت هذا الشيء مزيان، خلطته بعدا مزيان مزيان، وعاد خليته تقريبا واحد ربع ساعه ولا نص ساعه هكذا باش دوك لي ستيك ديال العدان كيشربوا لي هذيك العطريه وكيجيو بنانين. وفي نفس الوقت وجدت صالاد، كتعجبني هاد لاصالاد هادي ديال الروز والطون ومايس. اليوم درت غير هادو، ما درت فيها لا بطاطا لا خيزو، حتى هكذا كتحمقني كتجي فنه. شويه البزار، شويه المليحه، ومعلقه ديال المايونيز. حاولت ما نكثرش المايونيز، راكم عارفين كيما قلت لكم ناقصه شويه باش نديرو اختي شويه ديال الريجيم، راكم عارفين لي صوص. وهذا ما كان، هذا هو البلا ديالي. طيبت دوك لي ستيك، درت لهم شويه ديال الربيع في الاخر. وهنايا سالاد ديال الروز ومايس والطون كتعجبني بزاف، وما نسيتش حتى لا سالاد ديال شويه الخيار، شويه ديال لي طوماط سوريز. هادشي اختي راه غادي ناكلو بلا خبز بلا حتى شي حاجه. هذا هو البلا ديال اليوم، شاركته معكم. راه ماشي ضروري تكوني دايره الريجيم باش تاكلي هذا البلا، هذا بلا صيفي تقدري اختي ديريه في الصيف، غادي يعجبك، يعجب راجلك، يعجب وليداتك. وهذا اللي عليا اختي، اي حاجه درتها راه كنشاركها معكم. نتمنى الوصفات ديالي يكونوا كيعجبوكم وبصحتكم وراحتكم الا جربتوهم، ونعاودو نتلاقاو من بعد. ايوا يا اختي، نهار هذا واش من نهار، نهار مطرطق دوزتوه معايا كامل من الصباح حتى العشيه. هذه راه دابا تقريبا 6 ديال العشيه. كيف ما شاركت معكم وجدت البلاختي ديالي اللي غادي ناكل من قديوه من كلشي. كما قلت لكم دايره واحد شويه ديال الريجيم زعما، نتمنى ان شاء الله تبان لينا النتيجه. جيت اختي باش نسد معكم هذا الفيديو، هذا كما كتشوفوا دخلت ضربت واحد تدويشه من مورا ما ساليت ديك الكيكه ودرتها شويه في الثلاجه، دخلت ضربت واحد تدويشه كملت تعظيماتي. كنت محتاجه اختي مع الروينه، راني ما شاركتش معكم بزاف ديال الحوايج. جبت واحد البلاكار هنايا كان عندي مرون، قديته وستفت فيه المسائل ديالو، حكيته وعاود رديت داكشي. الا جيت نصور معكم عرفتوا الفيديو غادي يجي فريمون طويل. وعاوتاني البنات ما نقدرش ندير دوك
دوك الشغالات كاملين هكا قدام الكاميرا كنشارك معكم غير شي شويه وصافي من داكشي اللي كندير. ودابا اختي بين من وجهي ومن اويناتي كاو صافي عييت غادي نمشي باش ناكل وقلت غادي نسد معكم هذا الفيديو. نتمنى يكون عجبكم الفلوق ديال اليوم. نتمنى ما تبخلوش عليا من لي لايك ديالكم ومن التعاليق الفنه ديالكم اختي اللي كتزيد تشجعني. راه واخا كنشوف المشاهده كتهبط وكنشوف كنشوف زعما ما كاينش شي تشجيع بارابور للمجهود اللي كندير، ولكن كنقول ماشي مشكل. واخا غير دوك الميساجات القلال اللي كيتكتبوا ليا وكيشكروني الناس كيقولوا ليا ما تعكزيش غير شاركي معنا، هي اللي كتزيد تعطيني دينيرجي باش نزيد نشارك معكم فلوغات. نتمنى المحتوى ديالي اختي يكون كيعجبكم، كون خفيف ظريف على قلبكم. بوسه ليكم كبيره والهلا يخليكم عليا. ودابا اختي غادي نقول لكم السلام عليكم. We'll be right back.